كان قرار نهائي من المحكمة، ما صحة هذا الشيء؟ الخبر صحيح للأسف. وكان لازم نبت منه أنا أطلع عن طريق حسابي في الانستغرام وأحكي، لأنه الناس كلها كانت قاعدة تستنى هذا اليوم حتى يعرفوا وين صارت القضية. ما كنت أتوقع يعني أنه أنا بنتي لآخر لحظة وهي يعني ما تنازلت ولا كان عندها ردة فعل، وللحين للأسف هي عم تنكر هذا الشيء وأنه هي ما بتعرف شو عم بيصير. أنا هاي الفترة كنت أعيشها وكنت أحاول أبين أنه أنا الموضوع ما رح أوقف عنده وما رح يأثر علي. لا تنسى أنه أنا عندي ولد، وعندي ولد محتاجني يعني في عمر عبد الله 9 سنين. هل من الممكن يعني يكون أنه هذا هو اللقاء الأخير نسمع صوتك فيه، ولا في شيء يعني شو الترتيبات، شو رسالتك الأخيرة اللي حابة تقوليها قبل ما يعني يتم لا قدر الله تنفيذ حكم دخولك السجن؟ هلا في بعض الامور اللي هي لازم تصير، بس انت عارف يعني الوضع بشكل عام، يعني اي شيء انت بدك تقدمه عن طريق المحامين للمحكمه في لها اجراء وبياخذ وقت. انت بتسالني هذا السؤال، انا مو عارفه شو راح يصير بكره. بكرة شو الله كاتب، أنا ما يعني العلم عند رب العالمين. اليوم إذا تم تأمين هذا المبلغ، هل هذا ينقذك من السجن ولا لازلتي مهددة بدخول السجن؟ حتى لو أنا أممت المبلغ ما رح يخلص الموضوع إلا إذا حلت راحت تنازلت عن قضية، لأنه موضوع الفلوس الموضوع راح مثل ما قلت لك راح يقوموا دعوة مدنية يطالبوا فيها بالمصاري. اليوم هدية حلا لإلك والدتها في عيد الأم، شو هي؟ هي السجن سنة مع النفاد، هذا جزاتي تعبي وسهري وحملي، هذا هو الجزاء اللي أنا تقاضيته من بنتي للأسف. أنت في عيد الأم شو حابة تهدي من كلام لابنتك حلا تركي؟ بدي قلها ما رح تحسي في وجعي وما رح تحسي في معنى الأمومة إلا لما تتزوجي ويصير عندك أولاد، بس بيكون وقتها تولد، لأنه هي فعلا خسرتني، لأنه يعني في كلمة كبيرة بس ما عم تطلع مني، بس بقولها ما رح تحسي في وجعي وما رح تحسي في الوجع اللي أنا وتوجعته والألم والحمل وكل هاي الأشياء إلا لما يصير عندك أولاد رح تحسي شو يعني الأم. هي أصدق وحدة في كل اللي حواليكي. هل من الممكن أنه حلا تيجي تزورك؟ لا طبعا، لا ما بدي إياها تزورني ولا بدي أشوفها، ما بدي أشوفها ولا تشوفني ولا بدي أسمع صوتها. طبعا كلنا نعرف ما معنى الأم، كلنا نعرف الجنة تحت أقدام الأمهات. ماما حبيبتي لكي باب في الجنة، ماما حبيبتي قلبي هاي ماما حبيبتي. ماما عمري سؤال، كم مرة أخذتي فلوس من حساباتي؟ أنا عندي شيك على بياض لحد الآن. شكرا، والله العظيم والله العظيم. عندك شيكات على بياض؟ في حسابين بين الأم والبنت. والوكالة شو مسويت لك؟ عام على مصارنا كأخذ منهم وكالة عامة. هل يوم من الأيام لا أبدا جيت حاسبتك على ده؟ لا يا بنيتي، وبالهاك سرعة تعطي مال الدنيا ما يكفي، لا حول ولا قوة إلا بالله بنيتي. أنا أروح أمر الأم، ما تقول أنا أعطيت البنت، تقول أنا أعطيت لهم شو أعطيتي؟ ما أعطيتي شيء ولا شيء. تعرفين ليش؟ لأن سخ الدنيا. لأن الأم عطاتك كل شيء، كل شيء عطاتك روحها. فالأم حملت فيك، عطاتك روحها، ربي كرم وعطي الجنة تحت أقدام الأمهات. ما بقي للبنت، شو البنت، شو أخذت الأم، شو أخذت مال الدنيا ما يكفي. أنا أعوذ بالله من قولة أنا قولي يا طارة الحمد لله شفت برشية الحميد. أنا نوقف ماما في المحكمة،
على ايش؟ على 200,000. على 200,000. اويلي اويلي، اعطينا بالملايين وما قلنا ليش. لان اعطيتيش اعطيت ترى ما يكفي، وخد اعطيه مال الدنيا ربي بيزيدك اللي اعطيتي. اعطيه اتس كارما، لان انت كل ما تعطين ربك راح يجيب لك عيالك ويعطونك. امك انت كلك ملك امك حبيبتي. طبعا انا قاعده اتكلم عن هذا الموضوع والناس عارفه ليش انا اتكلم على هذا الموضوع. والله العظيم لا والله انه لا هو اتفاق ولا شيء. لا والله قلبي انا طبعا انا والوالدة ام مريم من هذا السناب. انا مصدومه والله العظيم، انا مصدومه، لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما اعرف شنو الظروف، شو اخر ايش هذا اخي، ايش هالشيء ولا من يدي الله، ايش هالشيء، مستحيل اقسم بالله هالشيء تخلع. لا والمحكمه يعني مع احترامي، مع احترامي للمحاكم واحترامي لما ما بعرف شنو، ليش القاضي مو عارف ان امك ثم امك ثم امك مهما سوت فيك ومهما خذت منك ومهما ومهما ومهما، كيف 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 هذا القاضي يحكم بسند سجن على ام اصلا؟ كيف البنيه ترفع؟ هذه مش بنيه، هذه انا ما اعتبرها بنيه، مع احترامي للجميع، هذه بالزف عليها تكون بنت اصلا. استغفر الله، ما يمكن لي لان بدون رضا الام، لان حتى لو كانت الام عاطله، لان بلا رضا الام انت ما تسوين ولا شيء، ولا شيء، nothing. انا خايفه عليها والله، انا خايفه على ايش حيصير فيها. يستر الله يستر الله يستر الله يستر الله، يسكت دمعة. طبعا رسالة للأم منى، حبيبتي هذه أمي موجودة، أوكي؟ أنا طبعا والله العظيم حاولت إنه أنا ألاقي رقمك، بس ما أحد عطاني رقمك ولا أحد وصلني لك، وتواصلت وياك على الدايركت بس ما في رد. أنا أتكفل، والوالدة طبعا أنا ما راح أتكلم عني، هي الوالدة تبي تتكفل في كل شيء، سواء كانت 200,000 درهم أو 300 أو أي شيء، أمي بتتكفل بالمصاريف حقت المحكمة عشان لا تتبهدلين في السجن سنة. لا حول ولا قوة، مدخلها بنتها. طبعا أنا أتمنى أن هذا السناب يوصل لك، ورقمي أنا ما راح حبيبتي كلها من خيرك انت، انا ما سويت شيء، انا ما سويت شيء، انا بحط الحين رقم امي، اتمنى هذا السناب يوصل.